حلقة جديدة من المعرب مشاهدينا الكرام، أينما كنتم حياكم الله. ولدينا فيها اليوم دورة الألعاب الأولمبية بباريس تقترب من الانطلاق. اليمن ستشارك في 4 رياضات فردية، فكيف سيكون الحضور اليمني في صيف باريس؟ إسبانيا بطلت لليورو للمرة الرابعة في تاريخها من بوابة إنجلترا. في الكوبا أمريكا الأرجنتين تنهي سلسلة ألا خسارة للمنتخب الكولومبي وتتوج باللقب القاري الثاني تواليا رفقة ليونيل ميسي. كل هذا وأكثر نتابعه في الملعب، ابقوا معنا. حياكم الله. إذن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية بباريس في يوليو الجاري. اليمن ومن خلال 4 رياضات ستكون حاضرة في هذا المحفل الدولي. تحديات كبيرة تواجه البعثة قبل خوض الأولمبياد، خصوصا بعد إلغاء المعسكر الخارجي الذي كان من المفترض إقامته في تونس ليقام مؤخرا في مصر. المزيد في التقرير التالي. وسط ظروف صعبة وتحديات كبيرة وخيبات أمل لا تنتهي، يمضي نجوم البعثة الأولمبية اليمنية نحو أولمبياد باريس 2024 التي تنطلق في 26 من يوليو الجاري، حاملين معهم أوجاع وطن أثقلت كاهله الأزمات والحروب. تقتصر مشاركة اليمن في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 33 على 4 رياضيين يمثلون 4 رياضات مختلفة بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الأولمبية اليمنية. بطلة الرماية ياسمين الريمي تعود للمرة الثانية للمنافسة في الأولمبياد بعد مشاركتها في طوكيو 2020 حاملة بندقيتها وعلم بلادها، وإلى جانبها يبرز السباح يوسف فرتوت الذي سيقفز في مياه الأولمبياد للمرة الأولى في سباق 100 متر فراشة. وفي مضمار ألعاب القوى يخوض العدا سمير اليفاعي تجربته الأولمبية الأولى في سباق 100 متر بمسابقة الجري. أما بطل الجودو هشام مكابر فيدخل الحلبة الأولمبية لأول مرة منافساً في فئة 60 كيلوغراماً. ويخوض هؤلاء الأبطال المعترك الأولمبي وهم يدركون حجم التحديات التي تواجههم، فالمسار نحو أولمبياد باريس لم يكن مفروشاً بالورود، بدءاً من غياب الاهتمام وضعف الإمكانيات وتواضع فترة الإعداد وانتهاءً بتعثر إقامة معسكرهم الخارجي في تونس. أما التحدي الأكبر الذي يقف بوجه البعثة فهو اللعب ضد منافسين محترفين من مستويات عالية، الأمر الذي تسبب بسجل يمني خال من الإنجازات، فعلى مدار 40 عاما منذ أول مشاركة يمنية في الأولمبياد لم يظفر أي رياضي يمني بميدالية أولمبية. ولذلك فإن مشاركة اليمن في هذه الدورة لن تكون من أجل المنافسة وحصد الميداليات، وإنما ستحمل معها رسالة للعالم عن روح شعب لم ينطفئ شغفه أو تلين عزيمته، بل باحثا عن ثغرة النور وسط الظلام الذي يحيط بالبلد ككل. ومع حالة عدم التفاؤل التي تسيطر على الشارع الرياضي اليمني قبل أيام من انطلاق المنافسات، يعتبر الكثيرون رفع علم اليمن الواحد في العرس الأولمبي العالمي إنجازا بحد ذاته، بل إن المشاركة والوجود الأولمبي يبرهن عن حضور الموهبة اليمنية والتي قد تحقق الإنجازات إذا ما توفرت الإمكانيات. فكيف ستكون نتائج المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بمدينة باريس؟ وهذا ما نحاول الإجابة عنه مع ضيفنا، معنا الأمين العام للجنة الأولمبية اليمنية الأستاذ محمد الأهجري. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك معنا في الملعب من جديد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. اليمن مشاركة في أولمبياد باريس، هناك خلينا نبدأ معك قبل أن نتسلسل في بعض الأسئلة التي أريد أن أسألك فيها، لكن خلينا نسأل السؤال الذي ربما الأهم حاليا، لماذا اليمن لا تشارك إلا في 4 ألعاب فقط؟ عنه طبيعة المستوى الرياضي في اليمن، طبيعه مستوى محدود وضعيف، هذا هو نفسه بيعكس نفسه على حظوظ الرياضي اليمني في المشاركات الخارجية وخاصة في دورة الألعاب الأولمبية، لأن الألعاب الأولمبية هي تمر عبر نظام التأهل، ونظام التأهل يعني في الألعاب اللي هي زمنية يمر
أزمان معينة محددة من قبل الاتحادات الدولية، وفي الألعاب التفاعية والقتالية يمر أيضا بعدد من الميداليات اللي حصلوها اللاعبين على مستوى البطولات العالمية، والفرقية أيضا تتم تصفيات حتى تصل الفرق المتأهلة للنهائيات. هل هناك ألعاب لا يتم فيها يعني التصفيات ويتم فيها المشاركة بدون تصفيات، أم أن كل الألعاب لابد أن تمر بمراحل معينة لكي يتأهل اليمن؟ كل رياضة ولها نظام معين من التأهل. في رياضات تعتمد على بطولة العالم المؤهلة، تسمى بهذا التسمية بطولة العالم المؤهلة، ويختاروا طبعا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل وزن. في ألعاب أخرى زي ألعاب الرو مثلا، في بطولة عالم بتكون مؤهلة، بيختاروا الأزمنة اللي هي محددة ويختاروا اللاعبين إلى النهائيات. كما ذكرت، في الألعاب الجماعية مر مسابقة نعم، محدد من إلى ما هي الفرقة التي تصل يعني إلى هذه النهائيات. هل بسبب مثلا نقص الدعم المالي او الظروف المحيطه باليمن لا يتم دخول المنتخبات او الالعاب الفرديه للاعب اليمني للمشاركه في هذه الاولمبياد، ام ماذا بالضبط؟ يعني لماذا لا نكون بهذه الالعاب مشاركون ونخوض في هذه التصفيات التي تتحدث انت عنها؟ وبطبيعة الحال الأولمبياد هي نخبة النخبة يعني، نعم وأفضل رياضيين العالم على الإطلاق يعني. نعم إحنا كيمن مشاركتنا على مستوى المسابقات القارية أو الدولية نتائجنا معروفة، أنها لم ترتقي إلى الحصول على ميداليات ذهبية أو فضية أو برونزية. ومن هنا يأتي القياس على المستوى نفسه. الرياضي اليمني لم يصل بعد إلى هذا المستوى لأسباب كثيرة. نعم، تسبب نريد أن واحد، نعرف هذه الأسباب، أريد أن أقول لك لماذا مثلا أنه لا يصل. أولا شوف، الرياضة تحتاج إلى بنية تحتية مجهزة، تجهيز دولي، تحتاج إنك تنافس في الجانب الدولي، تحتاج إلى كادر فني من الأجهزة الفنية المدربين، نعم أيضا إلى مستوى عالمي حتى أنهم يستطيعوا يسكنوا المواهب الموجودة ويجعلوا منها أن تبرز موهبتها وتقديم النتائج. محتاج إلى إمكانيات مالية مهولة. نعم الإعداد بيتم عبر فترات طويلة، بيتم برامج مكثفة. هنا هذه الأشياء كلها غير متوفرة. عندك أيضا الجانب الطبي، هو مرافق للعملية التدريبية والعملية الرياضية بصفة عامة، يعني ابتداء من اختيار اللاعب ومواصلة بالمتابعة أثناء التدريب أثناء المسابقات الدولية. نعم يعني مثل هذه الأشياء كلها تنقص الرياضة اليمنية وتؤثر على الرياضي اليمني، حتى أن الكثير من المواهب لا يستطيعوا أن يبرزوا مواهبهم وتحقيق نتائج عليها. ما هو دوركم مثلا في الاتحاد في اللجنة الأولمبية لتذليل مثل هذه الصعوبات للاعبين والمنتخبات اليمنية لكي يصلوا للمشاركة؟ مشكلتنا في اللجنة الأولمبية أنه إيراداتنا محدودة جدا وتعتمد على الدعم الدولي. الدعم الدولي هو محدود إلى درجة غير عادية، وبالنسبة للدعم الوطني متوقف تماما، خاصة نعم بالنسبة للجنة الأولمبية. لا نتلقى أي دعم، لا قليل ولا كبير، من أي جهة، لا من الوزارات في صنعاء وعدن، ولا أيضا من رجال الأعمال، ولا من أي جهة مانحة للجنة الأولمبية. وبالتالي نسخر ما هو موجود نعم في مراحل المباريات التأهيلية، في مراحل المعسكرات، في أشياء بسيطة جدا تضمن أو تحافظ على التواجد في المسابقات الخارجية. نعم هناك من يسأل عن المعايير اللي اتخذتوها مثلا لاختيار هذه الأربعة لاعبين اللي سيشاركون في أولمبياد باريس، ما هي الأساس التي تم فيها الاختيار لهؤلاء اللاعبين الأسس؟ هنا أريد أن أوضح يعني أنه بالنسبة للجنة الأولمبية هي لا تختار، هي الاتحادات الرياضية هي الجهة المعنية، هي من تقوم بترشيح ترشيح اللاعبين نعم من اللي هم ترى فيهم أنهم الأفضل ما موجود بالنسبة لهم كاتحادات رياضية، ويقدموا لنا الأسماء، وبالتالي إحنا نبدأ المرحلة الثانية اللي هي إعداد اللاعبين، إشراكهم في البطولات المؤهلة، وأيضا
انتهان باعدادهم الاعداد النهائي للمشاركه في الاولمبياد. كان هناك انما البدايه هي تاتيب من الاتحادات الرياضيه، والاتحادات هي تختار افضل ما عندها. نعم. يعني لا يوجد افضل من ما هم موجودين. كان هناك معسكر في جمهوريه يعني في تونس، لكن انتم لم تقوموا مثل هذا المعسكر، ولكن اقيم مؤخرا قيل في مصر، لماذا؟ الحقيقة الإخوان في اللجنة الأولمبية التونسية أبدوا ترحيب كبير واستعداد أنهم يتم التحضير النهائي للاعبين اليمنيين مع لاعبي المنتخبات التونسية، ونحن حرصنا على تونس لأن تونس قريبة من باريس من ناحية حيث المناخ والأجواء هذه. نعم. وأيضا تونس لديها كثير من الأبطال اللي يشتركوا في الأولمبياد، فكانت فرصة ممتازة أن يشارك اللاعب اليمني في هذا المعسكر. وإحنا بدأنا عملية التنسيق مع اللجنة الأولمبية التونسية منذ وقت مبكر، يعني تقريبا من شهر مارس طرحنا عليهم الموضوع وكان في اتفاق على هذا الشيء، ولكن الإشكالية جاءت خارج عن إرادة اللجنة الأولمبية أنها اصطدمت بالعدم الحصول على التأشيرات من الجانب رسمي في نعم في تونس، فاضطروا في الاخير انهم يعتذروا لنا، وهذا عمل لنا ارباك كبير لانه الاعتذار هذا ادى الى اعاده التخطيط للذهاب الى مصر، واعداد المعسكر في مصر ايضا يحتاج الى موافقه امنيه، والموافقه الامنيه اخذت مننا وقت من الزمن، ولحقنا الاسبوعين الاخيره يعني بالكاد. نعم. لكن طبعا ما فيش تحضير وتنسيق مع الاتحاد الرياضي وان اللاعبين يشتركوا مع الابطال اللي يشتركوا في الاولمبياد، ما كان فيش تنسيق بهذا الشأن من السابق. يعني هو التنسيق ياتي عبركم ام عبر الاتحادات التي انت تتحدث عنها الان؟ والله شوف احنا بنشتغل في الاتجاهين، يعني لانه احنا بنخاطب اللجان الاولمبيه لانها نظيراتنا، لكن الاتحادات الوطنيه ايضا تتخاطب مع الاتحادات الوطنيه نفسها وبينسقوا معاهم. نعم. لكن انت لما تاتي في الوقت الضايع الاتحاد المصري يقول لك انا اسف انا ما كنتش عامل حسابي على هذا الشيء، وبرنامج الاعداد الحكي مختلف، وكثير نعم. من الرياضيين انطلقوا الى دول اخرى ومعسكرات خارجيه. نعم استاذ محمد. نعم. لم يبقى لدينا وقت طويل، خلينا نتكلم عن هذه المشاركه التي في الاولمبياد، توقعاتك للمشاركين الاربعه يعني في هذه الاولمبياد، الى اين سيصلوا في هذه المشاركه؟ والله شوف انا قبل تقريبا امس عملت تصريح اعلامي اوضحت للشارع الرياضي ما هو المستوى الرياضي اليمني من خلال الازمنه لكل لاعب، كان في العاب القوى في السباحه انا ذكرت ما هي الازمنه للاعبين حقنا وما هو الزمن الاولمبي، والفارق كبير ربما ياسمين الفارق يعني مش كبير جدا، ولكن بالنسبة للسباح بالنسبة للعتة يعني هما في بداية الطريق لأنهم أيضا صغار السن، أولى مشاركات لهم يعني. أيوه، ولاعب الجودو أيضا لاعب حديث المشاركات الدولية، وفعلا كان عنده مشاركات على مستوى المراحل الناشئين والشباب وحقق نتائج أيضا ممتازة، كان لديه بعض الميداليات في هذا الفئة، إنما في فئة الكبار ما تمكنش الا ان يشارك في بطوله واحده في هونغ كونغ. يعني ايش تعمل له هذه مقارنه مع البطولات والمعسكرات التي بيخوضوها اللاعبين المتاهلين للاولمبياد. نعم. فاحنا لا نحمل لاعبين ضغط نفسي عالي لانه اذا اردت ان تضاعف امره ما يستطاع. نعم. ووجودهم في النهائيات وبين الابطال ورفع العلم اليمني و يبقى اليمن في دائرة الضوء. نعم، دعني أختم معك في هذا السؤال، يعني على هذا الكلام اللي أنت تقوله، يعني عطفا الرسالة التي يحملها المشاركة اليمن في هذه الأولمبيات، ما هي الرسالة التي من خلالك تريد أن تقولها عبر قناة المهرية؟ ونختم بهذا الحديث أستاذ محمد. والله شوف الرياضي اليمني هو يحمل الروح اليمنية، الروح اليمنية هي تقول أننا رغم كل ما يحيط بالبلد يعني من حروب من وضع اقتصادي من كل الإشكاليات المحيطة، يعني لو أقول لك إن عندما تجي لنا مشاركة خارجية نحن نتعب ونقضي أوقات كثيرة لاستخراج التأشيرة فقط، نعم. ما بالك من نتائجات أخرى، ولكن عندهم روح عندهم إصرار عندهم عزيمة
بأن يكون لهم وجود وأن ينقلوا هذه المعاناة التي يعيشها اليمن نعم، شكرا إلى جزيلا. جيرانهم المشاركين في الدورة الأولى. نعم، نتمنى أن يتوفق وأن يعني تكون هذه المشاركة كأول ظهور مثل هذه اللاعبين بطريقة مشرفة لهم ولليمن، وكما تكلمت أنت للعلم اليمني. اللجنة الأمين العام للجنة الأولمبية اليمنية الأستاذ محمد الهجري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. في أخبارنا أو أخبار منتخباتنا الوطنية، يستأنف المنتخب الوطني للشباب تحضيراته الأسبوع المقبل استعدادا لخوض التصفية الآسيوية للشباب، ومن المقرر أن يخوض الأحمر الشاب معسكرا داخليا بصنعاء قبل التوجه إلى العراق لخوض المعسكر الخارجي الذي يتخلله إقامة مباريتين وديتين مع المنتخب العراقي للشباب في شهر أغسطس المقبل. وكذلك الجهاز الفني للمنتخب أقر استدعاء جميع اللاعبين الذين شاركوا مؤخرا في بطولة غرب آسيا. هذه الاستعدادات تأتي بهدف الإعداد بصورة جيدة لخوض التصفيات الآسيوية المقبلة. وكانت القرعة قد وضعت منتخبنا الشاب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات اندونيسيا تيمور الشرقية بالإضافة إلى منتخب المالديف. عالميا توج المنتخب الأرجنتيني بطلا لكوبا أمريكا للمرة 16 في تاريخه والثانية تواليا إثر فوزه في النهائي على المنتخب الكولومبي بهدف دون رد. الأرجنتين حاولت في أكثر من مناسبة مباغتة كولومبيا وتسجيل هدف السرق، لكن محاولاتها لم يكتب لها النجاح لتنتهي أشواط المباراة الأصلية بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني خطف أو الإضافي الثاني خطف البديل لوتارو مارتينيز هدف الفوز لمنتخب بلاده، انتصار أنهت به الأرجنتين مسلسل اللا هزيمة للمنتخب الكولومبي وحسم به ميسي لقبه الثاني في الكوبا. كذلك توج المنتخب الإسباني هو الآخر ببطولة يورو أوروبا عقب فوزه في النهائي على المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومع انطلاق الحصة الثانية تمكن المتألق ويليامز من افتتاح التسجيل للماتادور الإسباني قبل أن يعدل البديل بالمر النتيجة للأسود الثلاثة بعد تسديدة قوية. وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن المباراة ستذهب إلى الأشواط الإضافية خطف أوريا زابال هدف الفوز لمنتخب بلاده، يتوج المنتخب الإسباني بنجمته الرابعة في البطولة الأوروبية. إلى أخبارنا المنوعة، الموهبة الصاعدة لامين يامال يتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد في بطولة اليورو. رودري يتوج بجائزة أفضل لاعب في يورو 2024. خاميس رودريغيز يفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا. الحارس الأرجنتيني مارتينيز يحصد جائزة أفضل حارس مرمى في الكوبا. وريال مدريد يستعد لاستقبال لاعبه الجديد مبابي. بهذا مشاهدينا لكم وإياكم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الملعب، نلقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.